مهم لنا، فأسأل الله أن يبارك لهم يا ربي. يا الله أمين. شيخ إبراهيم ننطلق يا حبيبي. بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أسأل الله الجنة. أسأل الله الجنة. آمين آمين آمين. اللهم آمين. أيها الكرام، الكلام عن الجوائز يضمحل ويختفي عند ذكر الجنة. وكل جائزة وكل هدية وكل نوال عندما تقرنه بالجنة يصير لا شيء، وكما قال أهل العلم كلما تخيلت الجنة فهي أفضل مما تتخيل، وكلما يعني تصورت نعيمك في الجنة نسأل الله عز وجل يدخلنا الجنة ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمشاهدين، كلما تخيلت نفسك في الجنة فأنت إن كتب الله عز وجل لك الجنة فأنت في نعيم خير مما تتصوره وتتخيله. ولذلك أيها الكرام، كلما رأيت في نفسك تقاعس ويعني تباطؤ في عمل الخير اسأل نفسك هذا السؤال اليسير: ألا تستحق الجنة؟ بلى والله. بلى والله. أريدك تقول بلى والله عمليا، بدل ما تقوم في صلاة الوتر 5 دقائق 10 دقائق زودها شوي، وإذا حسيت نفسك تضعف قل ألا تستحق الجنة؟ بلى والله. إذا جيت تصدق بمال يسير أو ما حدثت نفسك بالصدقة فقل ألا تستحق الجنة؟ بلى والله. إذا تذكرت شخص ظلمك وأردت أن تتجاوز عنه ونفسك ما طاوعتك فقل ألا تستحق الجنة؟ بلى والله. وإذا كنت تبر بوالديك شيئا يسيرا وأردت أن تزيد في البر وتخفض لهما جناح الذل من الرحمة ورأيت من نفسك تقاعس فقل ألا تستحق الجنة؟ بلى والله. فيا أخواني يا كرام، الإنسان بين أمرين، بين ترغيب وترهيب، والإنسان دائما نفسه تتشوق إلى ما يسر، والجنة لا أفضل منها، لا يوجد في الدنيا والآخرة أفضل منها إلا رضا الله عز وجل، ولا شك أن رضا الله عز وجل يقود إلى الجنة، ومن رضي الله عنه أدخله الجنة. أسأل الله عز وجل أن يدخلني وإياكم ووالدينا وزوجاتنا وذريتنا الجنة. عندما دائما نكرر ووالدينا وزوجاتنا وذرياتنا هذه الثلاثة، فهذه مذكورة في القرآن، مذكورة ووالديهم وآبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهي من هدي النبو من هدي القرآن أنك تذكر هؤلاء الأقسام. أما أن نذكر المسلمين والمسلمات فهذا أيضا
مما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر في الحديث أن لك بكل مسلم ومسلمة دعوت لهم حسنة. يعني ممكن أنت الآن أيها المشاهد والمشاهدة والأخوان الحضور يدعي المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تخيل كم خلق الله عز وجل من المسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، وتذكر أن الجنة تستحق ذلك. والليلة ليلة الجمعة، ألا تستحق أن تصلي وتسلم على الرسول 1000 2000 3 100 بما تستطيع كما يفعلون الصالحين؟ ألا تستحق الجنة؟ بلى تستحق. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الجنة. اللهم آمين. الله يجزاك خير أبو عبد العزيز، يرفع قدرك. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وش قالوا يوم دخلوا وشافوا النعيم، شافوا الخير؟ قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، يقولونها بفرح. فأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى، ومن يشاهدنا ومن يسمعنا كل مسلم، يا ربي يا رب قولوا آمين. لأننا إذا دعونا ربما واحد منا وافقت باب مفتوح قلت آمين، ثم شملتنا. ليه تشملنا؟ لأننا نسأل كريم سبحانه وتعالى عظيم. أسأل الله أن يسعدنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة يا ربي يا الله. الله يجزاك خير ويبارك لي. أبو حاتم كان يسولف علينا قبل شوي ويقول لي إذا كتبت قصيدة بالإنجليزي. أيوه جازت ربو عبد الله. يقول أيوه أبو عبد الله عن قلبك قرابين. الله يسعدك يبارك فيك ويوفقك ويجعل هالابتسامة دائما في دنياك وفي آخرتك يا رب. لأن المسلم إذا سلم كتابه بيمينه يفرح، وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأوا كتابي ها أقرأوا كتابي فرحان. بس الله نجعلنا منهم يا ربي يا رب. فأبو حاتم لما قال القصيدة بالإنجليزي قال أنا جبت قصيدة بالإنجليزي، حنا طبعا ما صدقنا.